مساء الفل. في فيديو النهاردة هنعمل البراونيز، هنعمله بطريقة بسيطة قوي وبيطلع تحفة. جربوه بالطريقة دي، هتعتمدوها للبراونيز فاجي ولذيذ جدا. اول حاجة هنحتاج نص كوباية زبدة سايحة في حلة على النار، واول ما تسخن معايا هضيف عليها نص كوباية كاكاو خام، وممكن كاكاو محلى عادي برضو، في الوصفة دي بينفع ده وده. وممكن تسيبوا الزبدة لحد لونها ما يبقى بني تغمق شوية. هقلبهم مع بعض، واول ما يبتدوا يبكبكوا كده وتعمل فقاقيع كده هرفعهم من على النار وهسيبهم يبردوا خالص على جنب. بعدين بقى في بولة عندي هنزل باتنين بيضة عليها معلقة صغيرة فانيليا وكوباية لربع سكر، علشان انا حاطة كاكاو خام، لو حطيتوا كاكاو محلى يبقى نص كوباية كفاية قوي. عليهم معلقة كبيرة زيت، هخلطهم كلهم مع بعض كويس لحد ما السكر يدوب خالص معايا بالشكل ده. لازم نتأكد ان السكر داب خالص. بعدين هضيف على الخليط ده نص كوباية دقيق ورشة ملح صغيرة، وأقلبهم كويس لحد الدقيق ما يختفي. هنزل عليهم بخليط الكاكاو والزبدة بعد ما برد، هقلبهم كويس لحد ما يبقى الخليط بالقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. بعدين هحضر البايركس بتاعي، هحط فيه ورق زبدة بكرمشه كده علشان يبقى سهل معايا ويتفرد بسرعة، وهنزل بقى بخليط البراونيز وأوزعه كويس بالشكل ده. بعدين بضيف عليهم اي نوع شوكولاته سبريد عندنا في نص الخليط كده، وممكن اي نوع شوكليت شيبس برضو، هوزعها مع الخليط بالطريقه دي باي ظهر معلقه عندنا بس كده. وبدخلها الفرن مسخنه من قبل كده على درجه حراره 180 حوالي 30 دقيقه كده، وبخرجها من الفرن. هنا بعد ما استوت وخرجتها سبتها تبرد، ريحتها تجنن فاجي وحلوه قوي. طريقتها بسيطه جدا، جربوها هتعجبكم قوي. وبالف هنا، باي باي.